جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات تقول واو ميم تا تسأل وتقول: هل يجوز لي أن أكفل يتيما من مكافأة الشهرية في الكلية؟ وهل يجوز أن أكفل يتيما باسم والدي من مكافأة أيضا، علما بأن والدي حي يرزق وهو لا يعلم عن ذلك؟ إذا عرفتي اليتيم وعرفتي أن هذه النفقة تصل إليه وتنفق عليه فهذا عمل جليل به أجر عظيم. إن الله سبحانه وتعالى أوصى باليتامى وجعل لهم حقا من سائر الحقوق الواجبة على المسلمين. فإذا تأكدت من حالة اليتيم ووصول ما تدفعينه إليه وأنه يصرف في صالحه فهذا عمل جليل لك أن تقدميه لنفسك وأن تقدميه عن والديك من مكافأتك، ولك في ذلك الأجر إن شاء الله. نعم.